راه ما يمكن هذاك واحد الدري اللي راه جا مسكين ما هو بغيتيش كيسكن تفهميني ده الشيانتي يا غلطه عبي يبدا كل اللي يبحث ياك وما تطيحش عليكم راه واعر عرفتي هادشي راه خطير هادي هادي راه خطيره خاصك تشوفي اللي في البيت اللي كنعسو فيه سيرو ريحو ليه ديري جري تما ريحه جري تريح هنا احسن جيب الكراسه كاينين جيب الكراسه احسن ريح انت باش نمسح بلاتي ماما دخلوا دخلوا كلكم حيدوا اجي حيدوا ماما من تما صاحبتي حيدي هذه هي صاحبتي هذيك لا حيدي ماما سير جلستي بقى مزال نجيب واخا واخا هي اللي باقا كتعاوني كتصيفط لي في الاعياد في كل شيء واختي راه كون عاد بشويه بشويه كل نهار سقفي في بلاصه درت هاد البرونش وطلع لي بسبعي حيت الا بغيتي دير تسقفي هنا خصك ديري الخيط حيت دير زيت شي واج نص قلت ندير الخيط درت البرونش مو ملي درت البرونش طلع لي بمية الضو لا ما كاينش الضو على الخيوط هذا 100000 غدولك فلوس وبخلاص ديال المعلم ب 12000 عاوتاني عطاني باش ولادي واحد 40000 ريال جلست بها الطواليت شويه الطواليت ضروري راك عارف زاد عليك الخيط راه ما غاليش لا الخيط فاش قديت السلعه 56000 غير السلعه الخلاص ديال المعلم 12000 بقاو خاصينو شي طلطيق وداك الشيء المهم طلع ليا ب 100000 ريال شنو هنا كاينه الكوزينه حيد اختي الدراري الصغار ولاد كلهم سيروا في بلاصه وحده دخلوا باش نمشيو نضربوا واحد الدوره في جيجي نشد نخطو واحد الدوره سير ماما حيد مش خرجت محمد الدري كي جاني دابا تبعو شو كان غيطيح ليا من هنا كي مسكين معاك انا من الربطه مع الشرجم كيطل الدري كيدلى كيبداو يعيطو شي انواع عيطو تما الدري غيطيح حتى كنطلع نخلو عاد دخشو راه في السطح حتى البنية عندي مغيدة فيها توحد كبيرة ماشي شي دار ليا اللي دايرة دابا انتي ولادك حتى واحد ما كيقرا لا كيقراو كيقراو لا لا كيقراو كبيرة اللي جلس بعدا كاين الطواليت ما عندهاش دفا ياك طواليت بلا دفا حنان لا بلاش كديرو لها خوي مين هادشي خشي عطاني باش هاد الوليدات الصغار اللي عطاني باش صاحبتي الزوينة الفنانة الكويدة دخلي دخلي تشوفي خاصهم يحيدو حيدو حيدو خرجو حيدو ضربو حيدة الزوينة حيدي حيدي شوفي خشي الحال هذه البنية كبيرة مريضة مريضة وبقى الدرية كتغشى الصبالية اويلي وحق الله ملي كنت ساكنة في مشروع ديال حي محمد ياسم عاود شكون هي هذه كبيرة صغيرة بنت جارتنا كبر منها شوية دابا راه دارت شي 20 عام كيلعبوا الوليدات الصغار علاش قلت لك انا راه فايشة في هذا الشيء كيلعبوا الوليدات الصغار واحد ما قالت لي خلي ما كتبهاش معايا غادي شتيش ما قلت لها ماما هادي اش كدير معاك ويش بدات تقول لي ماما ملي سولت في الدرب قالت لي قال لي دير كديروا كل الشيران كامل الدريه مريضه ولا بيدوفيل ولا دابا راه ولات فيها الانوثه كنت غندعيها ملي نات قالوا لي الجيره اللي دايره لينا ولادنا كاملين اللي مشات ليها مسكينه بزيز شو بزاف ما كديش ويلي وحق الله اختي فاطمه الزهراء كنقول لك شي حاجه اللي كاينه لا حول ولا قوه كتسمعي شي حوايج اللي عمرك سمعتيهم انا ما عمرني سمعت من سمع كلشي كاينه شي حاجه ما عمرني سمعتها كلشي مسموع هذا الصغيور ودك بيدي هو اللي قلت لك يبغى يطيح ليا دايره لي 14 كيفاش رابطه مع الخير دايره لي 14 باش ملي نوض ما ينوضش ملي نوض ما يطيح يلا شي مسيتي رابطه اليدو لا رابطه من ظهيرو من ظهره من ظهره خشي ودير الشب الهناي ديال الحديد اختي ديال الحديد قالك 14000 الواحد واختي شي واحد الله شي محسن اختي يدير لك الشبيك هو الاول هو الاول ما عطاوني فلوس ما ولا ما كانش شي محسن اختي اللي يجي ويتكلف الخوي هادي ويتكلف ولي يبيعوها ليا يشريو ليا في بلاصه اخرى والله اختي لهذا الشيء اللي كنتمنى حتى السكن هنا ما طلعتش ليا ساكنه مع شنيك داكور هذاك اللي هو فيها كور هاك يلا ها حنان كرسي عندك هذا هو اللي عندك كطوي بغيتي شي جيب ما كاينش بحالو
نجيب لك سداري من الهيم نديرو لك هيم. لا لا غير زوج لا لا صنطي يا حنان راهي عم خده واش شنخدم خادم عمرو كنت انت تما كاين راهي هاد المخده هنا هنا حتى فوق من هذيك انا نحطيهم بجوج حطيهم بجوج صافي جالسة مزيان يلا جالسة مزيان غير اجي غير اجي على بركة الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي تبعتوه معنا وشفتوا معنا الحالة اللي كتعيش فيها هاد الشابة حنان حنان شابة مغربية أم ديال سبعة الوليدات والدة سبعة كل واحد ولدته في ظروف وماشي من نفس الأب خمسة معاها وجوج عاطياهم وحدة من اللي عاطية كتشوفها ووحدة بقى ما عارفة على حتى حاجة لحدود الساعة غادي نقدموا لكم القصة ديال حنان ولكن قبل ما غادي نبداو نتصنتوا ليها ونسمعوا ليها الله يجازيكم بخير القصة ديال حنان راه كنبارطاجيوها معكم ماشي باش نتفرجوا فيها ونتفرجوا في حالتها راه اللي تعجب كيتبلى اللهم لا شماتة حنا اليوم بغينا نديروا قصة حنان اولا للعبرة وثانيا باش اننا نساعدوها انها تعيش على الاقل فواحد الظروف غير شويه فيها واحد تحفظ لها واحد شويه الماء الوجه وفواحد الظروف اللي تعيشها فواحد العيش كريم هي وليداتها حين السيده راه عايشه فواحد العذاب راه ما يمكنش لكم انكم تصوروه ولا تخيلوه راه نقدر نقول لكم العيشه ديال الزنقه ولا العيشه اللي عايشه فيها في هاد الدار الدار فيها الفيران فيها الطبه فيها العقرب فيها البرغوت فيها البق فيها الشني ولا فسرق الزيت فيها جميع الحشر بعدا والله الا الله ياخذ الحق في هاد السيد اللي بنى اليوم هاد الدار لان هذا نصاب هاد السيد هذا اللي خلى اليوم هاد الحاله لهاد الدار والياجو راكم شفتوه كيفاش داير خليكم معنا تعرفوا على قصه صادمه ديال بنتنا حنان السلام عليكم الا طاح بيا الكرسي المهم انا كنقولها لكم من هنا الا طاح بيا الكرسي الله يجازيكم بخير ما تضحكوش عليا حيت راه داك الشيء ما مسكينه شاف فين طريح المهم راه الخبر في راسكم راه ماشي اول مره غيطيح بيا الكرسي ماشي مشكل الدنيا هانيه قولي لي يا حنان السلام عليكم وعليكم السلام اختي فاطمه عاودي لي يا حنان على راسك نبداو معك من واحد شدي شنقول بعد البركه في راسك نجي جداك بس اختي فاطمه الزهراء الله يرحمها مسكينه تهنات وارتاحت ارتاحت من العذاب ديال الدنيا يا ربي تسمح لينا اختي فاطمه الزهراء شنقول لك انا تشرت بنت 12 عام ما لقيتش الام اللي غتشد بيد ديال الام شويه مع وفيها العصاب فيها الغوت ما لقيتش الام انا ولدت على 15 عام واخا امك على شحال ولداتك ماما ولداتني تزوجات على 23 عام يعني ماما المهم راه دوزت حياتها وتزوجت ودارت نهار انا ما درتش هذاك النهار تلقات ببابا بابا كان عنده تزوج بها عنده 60 عام يعني بابا راه عنده مات عنده 95 عام الناس والقيد والباشا شافوا الوليدات عام ونص وانا دايره قيطون باش استفدنا تفقت الامال وحيت القيطون وقلت ما غاداش تستافد تعيطوا لي الناس والقايد قالوا لي تعالي راه استفدت والحمد لله مني استفدت درت عاود ثاني قلبت على مول الشكاره لقيت هذا السيد جابوا لي السمسار واخا قبل ما نشوف الاستفاده قلتي انت ماماك ما كنتيش كتفاهمي معها حيت ماماك واعره وما عرفاتش ديك السيد المراهقه اللي جاتك انت مجهده على 12 عام جاتك السيد المراهق 12 عام شنو بغيتي انت بنت 12 عام شنو كانت كتبان لك الدنيا كتبان لي الفلوس خصني نعاون ماما هادشي اللي كان كيبان ليا كنت كاريه بيت مع الجيران كيتجمع لينا الكرا 12 عام 12 عام 12 عام كيتجمع لينا الكرا ما كنلقاش باش نخلص الكرا كنقول نخرج كنت كانت عندك 12 عام 12 عام وهزيت الهم باقا طفله 12 عام وهزيت الهم باللكان ديال امي ناري غيجري عليا مول الدار ناري سري عند باك ناري ديري ناري فعلي انا كنبقى نشوف كنمشي عند بابا من الحي محمدي حتى الحمارة على رجليا ملي ما كنلقاش با ولا ما كيعطينيش كنمشي ندير حوايج خايبين ديعي كندير باش كنجيب لهم كتسونيش باللغه انت عندك 12 عام 12 عام ماشي كتسوني بنيتي منين شتي هادشي واش عطاك باك كتشد الفلوس وكتسكت قسما بالله اختي فاطمه كيفاش جاتك الفكره ديال انك تولي شنو كيفاش عرفتي ان كاينه شي حاجه سميتها الفساد والدعار وانت باقا طفله كيفاش عرفتي ان كاين ممكن ان الوحده تبيع لحمها وتجيب الفلوس انت باقا طفله البنات البنات الدريات وحده كتجر وحده يلا خرجي يلا خرجي يلا هادي يلا هادي شي زوينه شي زوينه وانا ما كنكذبش عليك زوينه كلشي باغي كيقولها كاين شي الزرار في السكر دابا فقر الدم وما كنداويش عليه ما كنديرش شي دواء بعد الخطط اللي كنطيح وليداتي اللي كيهزوني كنلقى راسي طايح دابا كندوي معاك اختي فاطمه الزهراء اقسم بالله باقا بلا فطور ما ضيقاش النعمه راه نوضي وشوفي راك شي كلشي بعينك
ما لقيتش باش نفطر وليداتي غير خلي حديث الموت كاين كاميه واكلاش اختي فاطمه الزرع عندي جوان ولا كار الكار وعندي 300 ريال باش غنركب نهبط لحال محمد يمشي عند باهم يعطيني باش نصير عليهم كيعطيني مسكين 1000 ريال في النهار يعني ما لقيتش باش غنفطرهم فضلت نعطيهم نخلي لهم 15 درهم وكنت غدا على رجليا هي فصوني شي قلت لك انا خارجه اختي انا هي فاش رجعت واخا حنان بديتي كتخرجي بديتي كديري الدعاره وانت هي باقا طفله صغيره كتمشي مع رجال كبار كبار اللي تعذبت تكرفس اللي سد عليك هذه تعذب اللي ضربك اللي ضربك اللي ما يخلصكش اللي تعدى عليك اللي ملي بديت كبر شويه درت 15 عام كنجيب فلوس كتعطيهم لامك ما تقولش كادو منين جاو وهي عارفه منين جاي راه اكيد غتكون عارفه كتباتي ما تجيش للدار ما تنجيش سيمانه جوج سيمانات ما تسوقش هي مسكينه جدي اللي تقلب عليا لدرجه خرجت وليت كنتشمكر رعت شعري ضربت يدي شي حوايج اللي ماشي ديالي شي حوايج درتو ماشي ديالي وندمه عليهم لدرجه فقت 17 عام فقت لقيت راسي عندي الولاد مني فقت بغيت نرجع انا نلقى راسي حنان هذيك الدريه الصغيره ما لقيتش لقيت عندي الوليد لقيت راسي انا ام غنولي نسيبه بنتي بدات كتكبر يعني خصني ندير مستقبل لبنياتي غدا ولا بعد غدا غيبغيو يتزوجوا هاد البنات نزيد في 92 عندي 31 عام طالعة فيها تبليتي كلشي تبليت لا ماشي بكلشي كنكمل الحشيش الحمد لله ما كنتش قرقاب قبل ما تبلي لا عمرني كنت كنشرب كنت كنشرب والحشيش شراب والحشيش باش هذاك الفاني الحمد لله ربي ما كنحملوش ضاربه على يدك لا ضاربه يدي غير بالشراب ماشي بالحشيش 14 عام عمرني قص يدي عقت صغيره راه المشكله خرجت صغيره وعقت صغيره ملي بغيت نرجع ما لقيتش المعاوله لقيت راسي الكرا والعذاب الوليدات كي اللي كيبغي كيبغي يشكري لك بالولاد ولدتي وانت بنت 15 عام 15 عام اول ولدك اول ولد زواج اغتصاب علاقه شنو ما عرفتش لقيت راسي حامل ما عرفتيش حتى معامن ما عرفتش لقيت يعني ما عرفتيش راسك حتى شكون اللي حملك بديك البنت ما عرفتش لقيت راسي حامله انت عندك 15 سنه ماشي ما عرفتش باش عرفت بوات البنت ولكن انا طرا لي مشكل جيت حيحت على ماما شربت انا واحد الدري وحيحت على جابت لي البوليس عندي 15 عام جابت لي البوليس مشات صيفطاتني للعب سلام بناني اصلاحيه ملي دخلت لعب الحشيره في حقيقه بصح لا كيقرص كيطلع في الحوايج مشوار قرصك ياك كيقرص انا شراك الشير جدي اختي فاطمه الزهراء اللي راه كنقول لك شي حاجه اللي موثوق معايا ايوا ولكن راه كيقرصني بزاف نوضي وقفي نوقفوا لا لا غير خليك اختي فاطمه الزهراء لا اختي بلاتي قاد الكونيكسيون تودي الدرسي دولة تشك وياه ماشي مشكل شي لحالتي ما بالو كيبدلي ملي كيخرج ليا داكشي كيبقى يقرص تيقرص كنبقى نحك ملي كنبغي نوض انا والظلام فين كنلقى بنتي كنلقاها مسكينه في الشرجم عندها 11 عام كنقول لها مالك ماما كتقول لي ماما راه البرغوت راه قشني يا ماما يلاه نمشيو شي بلاصه لا ما يطيحش باش تودو كاين لي سباس كملي ليا قلتي جابت لك البوليس جابت لي البوليس مشيت للاصلاحيه الدوليه أسلم بن اللي باقا كنعقل داز سعد قاضي الاحداث استاذ جمالي الله يعمرها دار داك السيد باقا لي بين عينيه قال لي جوج كلمات سمحوا لي ولكن راه والله تا السيده تعذبات مسكينه جات عندي غير هانت كتحك يعني داك الشيء راه مصيبه هضر معايا استاذ جمالي الله يذكره بخير قاضي الاحداث كان ديال الاحداث الدراري الصغار قال لي شوفي بنتي تشري غتمشي واحد المكان فيه الزوين وفيه الخايب شوفي انت شنو غتعز لي بحال هكا من دخلت لقيس العنف ضد الاسر ضد العنف ضد الاسر دات لي الشتم والتهديد وباغا نضربها وباغا نذبحها انا ما كاين والو راه طالع لي الدم جيش مع الصباب بغيت ندخل صاحبتي باش معايا ما بغاتهاش قالت لي ما تدخلش عليا نوت انا حيحش عليها مشات جابت لي البوليس هادشي اللي كيخليك انت ما تفكريش وتصيفطي ولادك الخيريه حيت عرفتي شنو هي الخيريه جربتي عبد السلام بناني جربت عبد السلام بناني جربت جمعيه بيتي البرنوسي هي كنت فيها صغيره جربتي مر السلطان مر السلطان تا هو جربت صغيره شارع الفيده خشينا داير المديره ديالنا يعني كان انا هادشي عشت فيه انا لدرجه ملي دخلت الحبس في 2015 طرا لي غير مشكل بصح دخلت ضربت ربع شهور ديال الحبس ملي دخلت للدريات اللي لقيتهم في اصلاحيه في عبد السلام بناني لقيتهم في عكاشه شوفي شحال من عام ملي كانت عندي 15 عام حتى درت 25 عام البنات اللي خليت في الاصلاحيه لقيتهم ساكن في عكاشه باقي كي نزلاء ديال الاصلاحيه لقيتهم في عكاشه تطوروا الاجرام لقيتهم في عكاشه اذا شكرا وكنحييو الاطر التربويه ديال مراكز حمايه الطفوله على هاد الدفعه اللي كيخرجوا لينا وعلى هاد سعيد ولا خذ من عندك انت لاننا قربنا حنا جيت
إذن كيف ما قلت لكم تنشكروا الأطر التربوية ديال مراكز حماية الطفولة على هاد الخريجات ديال مراكز حماية الطفولة اللي كنلقاوهم تبارك الله في النزلاء في سجن عكاشة، على القراية اللي قراوهم وعلى التأطير اللي أطروهم وعلى الحماية اللي حموهم. فشكرا جزيلا لمراكز حماية الطفولة. كانوا معاه في مركز حماية الطفولة يا إما كتلقايهم في الزنقة تاهما متشردات بحالها، يا إما كتلقايهم تاهما أمهات عزيبات، يعني تقريبا عندهم نفس المسار بحال قلتي الدفعة اللي تخرجوا ديال المحاميين وهادو مهندسين وهادو أطباء وهادو دي بيلوت تيقراو مع بعضياتهم، هادو النزلاء مساكن ديال مراكز حماية الطفولة تيتخرجوا دفعة وحدة نفس التخصص، تشرد، أم عزيبة، سجن عكاشة، العذاب الأليم، كيوليو بحال حنان. إذا فين كاين الخلل؟ كاين الخلل في مراكز حماية الطفولة اللي دائما شي ما كنقولوش حنا، ماشي حنا اللي كنقولوا لكم، راه كيقولوا لكم الناس اللي كانوا عندكم، وما كتقولوش وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا، راه اللي دويتي معها كانت في مراكز حمايه الطفوله كتقول لك عك عك يا عباد الله، تعلمت الاجرام، تعلمت الشذوذ الجنسي، تعلمت المخدرات، وفي الاخر المصير ديالهم كيكون يا اما في التشرد او ام عزيبه او سجن عكاشه. هذا واحد القوس حنا غنسدوه غنعاودو نرجعو عند حنان. تلاقيتي بصحاباتك؟ تلاقيتش بصحابك؟ قبل ما تلاقي بصحاباتك عاودي لي على مراكز حمايه الطفوله. ملي دخلت المركز عبد السلام بناني اختي شنقول لك، انا ما عمرنيش داك الشيء، انا كنت صغيره كنت عايشه مع دار جده، النهار اللي جلست مع ماما في الكرا وليت كنمشي كنخرج مع الدريات وهذا الشيء عاد وليت كنعرف انا يعني انت خرجتي وفستي وتبليتي ولكن داك الشيء اللي شتي في مركز ما عمرني عرفت ما عمرني عرفت يعني، لدرجه انا كنعقلوا على واحد المربيه كانت كدي الدريات البال حيت شويه كيتقطع داك الشيء، كنلقى واحد المربيه مع شي بنات كديهم عندها، عطينا السكنه في مركز عبد السلام بناني وهذا الشيء شهد به بالليل كدي اللي عجباتها كديها عندها، هذه مربيه مؤطره بلا ما نسميها، بقى عاقله على الاسم ديالها، عمرو ما يذكر ليا من الكمنيه، عمرو ما يذكر ليا سميتها بشيسام، خشي بشيسام كيقولوا لها خشي بشيسام. يعني هاد السيده هذه بقى لي انا ما تنعرفهاش، غير قالوا لي البنات راه اللي كاين راه هذه كتمشي عندها، هذه كتمشي عندها، يعني من الليل كتعزل ديك البنيته الزيونه كتبيها عندها كدها كتبات معاها. انت ما عمرها داتك؟ لا جامي، انا حيت ضربت غير 20 يوم وخرج بقى ما ما ضربش معاهم بزاف. وانا ملي دخلت داكشي كان غير هضره ولا بصح؟ لا بصح نيت باش عرفتي بصح؟ لا بصح نيت، حيت انا كنشوف البنات بالليل كيقولوا لي راه بالليل دايرين مع استاذه فلانه غدينا خشي بشيسام، كيقولوا لها خشي بشيسام، كيجيو الصباح كيبداو يعاودوا، كيجيو الصباح كتبدا تعاود، انا راه مشيت راه جابت لينا الكارو، جابت لينا هذه لدرجه اللي عندها الفلوس وعندها والدها كيعطيوها الكارو في داخل المؤسسه ديال عبد السلام بناني، وحال اللي عجبات لها ديك المؤطره كتعطيها الكارو كتشد كتمارس الكارو، كاينه الماربورو كتجي لها الماربورو اللي معها بحال المراه وراجلها، بحال المراه وراجلها وما كاينش اللي يدوي، والصباح بحال شيء لا ياكل، البنات مع بعضياتهم نفس المشكل في شومبر، شومبر طويل دايرين فيه 30 دريه، كتشوفي هادشي انت بعينك؟ كنشوف دريه نايضه على الدريه، دريه مصاحبه مع دريه، دريه كتبغي دريه، اش هادشي؟ انا ما عمرني شفت هادشي، واخا هادشي ماشي هو الموضوع ديالي، الله اللي عالم بيا اختي، لا حنا تنعاودو يعني هادشي كنفكر فيه، كنشوف دابا وليداتي، كنفكر ولادي انا على هادشي خصني ندي ولادي للخيريه، كنقول انا ريش غندي ولادي، اللهم يعيشوا مع البق والبرغوت ولادي يعني بحاله. مشيت خرجت من الاصلاحيه دست عند قاضي الاحساد قال لي راه غتخرجي، ماما كدارت لك التنازل، ولكن تي قالوا لي وقال حامله حيت دخش وطحت تما مع السكر، قلت لي الله اعلم مني كان ديك الساعه السكر كان فيه السكر، جاني السكر صغيره انا بزاف 2007 هادشي اللي كنقول لك، مني خرجت من تما من المحكمه خرجت داتني ماما السبيطار دارت لي تحليله لقيت راسي حامله مامن. كنت مع صاحبتي في مراكش وتصاحبت مع واحد الدري ولد مراكش، بقيت معاه تما شي شهر في مراكش، هي اللي كنتي كتسمعتي معاه هي فاش جيت كان مهلي فيا الشراب اللي بغيتها كيجيبها ليا، انا تما كنت زوينه ما كنعقلش عليه، دابا شاف وجهه تسميته باب دكاله، انا كنعقل على داك الدري ساكن في باب دكاله، بعدني صدتني صاحبشي صاحبتي قالت لي يلا معايا 14 عام حيت غتولي على 15 عام 14 عام ونص، قولي هذيك الساعه يلا كانت وحام قبل مني مشيت على الدري باقا ما حاولش، قولي 14 ما حاولتش ما قلبتش علاش ما بغيتش علاش ما حاولتيش تقلبي على هذا الولد وتمشي عنده تقول له انا راني حامله معاك؟ ما قلت صافي كتب عليا المكشوف، انا ما عنديش الخوت بحال اختي عطاها لي، الله هادشي اللي كنت كنقول، انا اصلا كنت باغا الخوت ما عنديش خوت. اش قالت ماماك؟ ماما مسكينه حازت امور الله واخا هكاك وسكتات، انا كنت باغا نعطيها واحد الوقت كتقول لي انا ما تعطيش بنتك، انا ماما شاهد الوليدات اللي عطيت هاد البنيات جوج ساجه و
وجنات، الاولى جنات والثانيه ساجه. ساجه راه خات وليداتي من باهم من نفس الاب، ساجه من نفس الاب من البنت الاولى. شكون هي البنت الاولى؟ هي مالك، هي هاد البنيه اللي عندك مريضه. هي اللي مريضه، هي اللي مسكينه ما بغاتش تسمع، ما بغاتش تسكت هي حيت كانت مريضه. كتقول لي فين هو با؟ انا كنقول لها باك هو باش البنيه الكبيره. عمرها قرات؟ عمرها لا قرات، قريشه قريشه، ولكن ما عندهاش العقل اختي فاطمه الزهراء ديال القرايه، خافت عليها. يعني بنتي اللي درات شي اغتصبوا، ما تجيش تقول لي انا لقيت البنت. كاع عاودت لك قلتي انا لقيت البنت كتمارس 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 لي علي على بنتي. الدرب عندكم؟ الدرب عندنا بعقلها. بعقلها انا دابا جارتي كاريه بيت مع الجيران بحالي ملي كنت كنكري بيوتها مع الجيران. السبت والحد كتصيفط وليدها تساعد امها ملي كتبغي ترتاح مع راجلها. هذاك النهار قلت لها خلي بنتك عندي بلا ما تصيفطها النمره جوج، حنا في المشروع. دري ملي طلعت انا مفرشه، ماما ما كايناش عند جدايا في حي عادل، باقي الكاريه المرابش. دري نعس حدايا بنتي مالك باقا طريبيه، يعني عندها 50 كتنعس حدايا، عندها 6 سنين او 7 سنين. وهي تقول لي لا لا خلي حنان، خالتي حنان مالك تنعس حدايا، راه مولفه ديما كتنعس حدايا. انا عارفه بنتي عمرها باساش عندكم، فين بنتي كتنعس حداك؟ اذا ملي كتكونوا كتلعبوا انا دايز عليا هذا الشيء، يعني ما غاديش نبغي بنتي. فهمت كاينه شي حاجه اختي فاطمه الزهراء؟ الغد ليه راهي بنتي، اقسم بالله وسولها وتقول لك. شديت بنتي قلت لها تعري، يعني انا داكشي داز عليا ما نبغيش يدوز على ولادي. عارفه العجب؟ عارفه العجب. عريت بنتي كما ولدتها، قلت لها شوفي الا ما قلتيش ليا اشنو كدير لك فلانه غنقتلك. يعني بنتي عارفاني انا ملي كطلع ليا كدير شي حاجه كنضربك. قلت لي ماما بحالك ما تضربينيش وما تقوليش لامها. قلت لها انتي خايفه من امها وما خايفاش مني انا امك، قولي. وهي تقول لي ماما شي هضره راه كتمارس علي. ماما راه كتحل لي رجليا، كدير ليا، كتفعل ليا لدرجه مسكينه بنتي عندها 15 عام وشي راه صغيره ما بيناش 15 عام، حاشاك صدرها راه كبر منها بنتي بزيزلاتها، كبروا بزاف. هذيك البنت هي اللي دارت البنت هذا الحال. اش غديري ملي هبطت كنحيح وكنعاير بغيت ندعي، نقزوا لي الجيران ديال تما ديال الدرب كامل، قال لك راه دايره لينا لولادنا راه حصلناها كلهم دايره لهم لولادهم. كان دابا راه ولات فيها الانوثه هذه، راه كبرات ولات هي تلبس ولات هي تخرج، دابا تبدلت يعني ولات. الله اعلم ما عرفتش، ما عرفتش، مابقيتش ما بقيتش. مهمتي مهمتي البنيه عندي فاش تعقدات لي جلست من المدرسه بدات بحال كتعقد، يعني كتسقط كتقرا في خرجت طلعت الرابع خرجتها، يعني هي كتقرا في الرابع حق على بحال قولي السابعة السادسة. جلست كبر من عمرها شي هضر شي داكشي علاش جلست. وتتعرض للتنمر مع التنمر وبزاف ديال الحوايج. انا دابا بنتي كيخرجوا هنا في الدرب كيقولوا لها امك كما يا الدراري الصغار. يلا جات عندي بنتي الصغيرة قالت لي ماما راه بنت العساس راه عايرتني. قالت لي امك كتكمي الجوانات، علاش كناخذ من عند باها الكارو؟ قلت لها ماما خليهم يعايروا، ما تسوقيش عارفاني انا اش كنسوى، عارفه امك اش كتسوى، خلي بنادم. قلت لها يقول حيت وليداتي يمكن خبيهم عليهم اختي فاطمه الزهراء حتى شي حاجه. عاشوا معاك كبروا معاك كبروا معايا عارفين امهم اش كتسوى. راه دابا عزلي بنتي بوحدها وسوليها راه غتقول لك ما كنخبيش عليهم ما كنخزن عليهم. تهرس لك الراس بزاف بزاف اختي فاطمه الزهراء، مابقيتش باغا والو. دوزتي العجب؟ دوزت العجب، دوزت الحاره، دوزت الحلوه، دوزت الزوينه، دوزت الخايبه، دوزت الحبس، شفت الموت. راه سبعه الوليدات راه الموت شتا سبعه المرات، لدرجه الشجاعه ما كناكلش 9 شهور كامله كنعيش في السيروم وحمي خايب وكيشدني فقر الدم بالوحام. واخا نسولك علاش سبعه الوليدات حنا؟ علاش سبعه؟ اختي كان تلاقيت مع واحد السيد قال لي غنتزوج بك الله ياخذ فيه الحق، كانت عدي ديك البنيه ومالك. كنت قال لي غناخذك غنتزوج بك هو كيبان مالك من مشيها. هي اللي قلت لك باها في مراكش. لا كانت عندك بنت الاولى؟ كانت عندي بنت الاولى، وملي حملت باش ولادي كان صاحب معايا. كان صاحب معايا كيضربني كيشرب، ولكن ولد الناس كيضرب. مجوجاش بيه؟ ما مجوجاش بيه. ولدتي معاه؟ ولدت مع البنيه. صيفطاتو ماما للحبس. كان كيحيح عليا كيجي يحيح عليا. ناضت ماما صيفطاتو للحبس، صيفطاتو بخمس شهور ديال الحبس، زادو شهرين وقفش عليه في السيناف حيت نكرني بان والد معايا وفي السيناف عشارف. شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي 20 قد قد بنتي ولدت عندي 20 عام. اييه ما علينا. دخل الحبس خرج لقاني انا تزوجت بهذا السيد، قال لي غنتزوج بك، دخلني حتى هو للدار. انا مالي باغا نتسر يعني ولد جوج بنات هذه هذه، وليت باغا عشي واحد يسرني صافي. تلاقيتي مع هذا السيد؟ هذا السيد ما تكاتبش معايا، مشى صيفط لمرتو الاولى ما بغاش يعطي لك غدي الطلاق، خصو الطلاق باش يتكاتب. لا لا بغى يجي قال لك لا كاين عاد المراه خصي العدول بدلو هذه. المهم المهم بقى كي ما ها هو مالو حاشاك تا قدا غراضو وخدا داكشي اللي خدا مني. لقيت راسي حامله بهاد البنيه الثالثه. ماما سيري ما خصكش تصنتي لهادشي بنيتي، سيري ماما حشومه هاد البنيه خوله الثالثه. حملت بالثالثه قلت لي فلانه شنو غدير معايا؟ هو كيبيع الحشيش. قال لي شوفي بنت الناس انا ما غنفوشكش، بانت كرشي دارت 4 شهور حملت
بانت كرشي داو البوليس. لو خد ما ناخذكش ولكن الفوتان ما نفوتك. لا قال لي ناخذك غنتكاشفو. مع عمرو قال لي تشد عاود تشد دابا تشد بات البنت وتشد هذا حتى هو اللي خلاك. لا بات البنت خرج بعاد مني عطاني اتساع ما بقاش كيدور بيني صيفطاش وما سمعني انا بدلت شوف واحد اخر ما بقاش كيدور بيا. واخا هذا خلاك حامله. هذا خلاني حامله بربع شهور بهاد البنيه. دابا انا جلسني في دارهم مني خلاني حامله. انا تابعه الكوميسارية جاو جمعوا لي حوايجي خصو الله يرحمها ومرش خو قال لي تي صغيره وما ديرهاش كاغط ما هي بصراحه كي عندنا ديري سير اختي فحال هادشي اللي كاين. مشيت هزيت ولدت البنيه خرج لقاني والده عاود رجعني هادي لقاني ولدتها هادي بعدا لقاني ولدتها مني خرج رجعني للدار طابع الدري مني حملت بي اشنو غنديروا ما نديروا دفعنا شروط الزوجيه ما كيشدش ليا الفاني دختي فاطمه الزهره ما كيشدش ليا العمليه ما بغاوش يديروها ليا الكبيره كنت غندير الكبيره انا بركه ما بغاوش يديروا هاديه الفانيد ماشي ما كيشدش ليا الفانيد كيشد اختي فاطمه الزهره نجيك لا انا دابا دقيت صغيره على 15 14 عام شبعت صغيره يعني من نهار تلاقيت مع هاد السيد باس بنتي وهاد السيد معمرني كنعرفو هو والله ثلاثه ثلاثه هاد الراجل الكبير عنده 64 عام يعني اللي باغا تخرج غتلاقى تشوف راجل اللي 64 عام تعرف بوليدات راه امبوسيبل مع شاي ودي برا وريشك الوريقات تعرف بيهم مني حملت بالبنيه الثالثه معاه ناضوا مشاكل تخاصمت انا وياه خرجني جري عليا ناضوا لي ضربهم بغاو يضربوني انا حقت طلع لي الدم شديت البنيه عيطت لواحد هذيك السيده اللي قلت لك كتكاريه عندها راه بنتي عاطيه لعائلتها مرت لوس خاتها قلت لها اختي انا باغا نعطي بنتي جات خاتها بالطوموبيل هزات السيده جابتها لي بالطوموبيل قلت لي اختي غتكاتبي معنا قانوني قلت لها مرحبا تكاتبت معاهم قانوني داو البنيه راه دابا في طاليا البنت يعني بقاو مده عام حتى دارت البنيه عامين وجابت لي الشها دابا كتواصلي مع بنتك كنتواصل مع امها مزيانه كنتواصل الله يعمرها هذا بخير احسن من اللي معايا شي اقسم بالله اختي فاطمه الزهره والمشتركه تهز ولادها بسنانه كل لقيت لي هز ديال الوليدات تربيه حسنه ويديهم حتى هما برا وتهلا فيهم نعطيهم ليه والله حتى نعطيهم ليه علاش كتشوفي في وليدات زوينين وليدات زوينين ماشي ديال التكرفيس وغادي في التكرفيس يعني انا ام مبليه هادي عندها 6 سنين والبنيه اللي في طاليان اللي في طاليان عندها زيده في 2019 تزادت في الاول ديال كورونا قبل العيد الكبير بيومين مها سماتها ساجه ربع سنين ربع سنين دابا والاخرى البنية هذه قبل هذيك حملت بها قبل من وراء آية هي اللي عطيتها هذيك مع واحد السيد كانت خدامه في قهوه ومولة القهوه القريديه اللي بقات عليا هذا راه متهلا فيك وغيتزوج بك وغيدير لك وغيفعل لك هذاك السيد غلطت معاه سميتو الحبيب الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار مشيت غلطت معاه صدق شحال اختي انا كنت خدامه عند هذيك السيده في قهوه وبقات عليا غراني عايشه راه يتهلا فيك ويتيش غدا مع داك الشيء باني عندي قلت لك عندي 21 اخي حتى ولات اي حملت الدري انا والدتي صحونه شحال عندها ما قالتش ما عرفتش الدواء اللي عموني الشخصي فاطمه الزهره شحال عندها في الزيده كنت ولات قولي في 2014 او بحال هكا 2013 ولاتها يعني عندها دابا 11 عام بحال هكا كيفاش ولدتك سخونه دابا انا ما كنكون لا ما عنديش مع الفساد ما كنفسد ما والو كنتلاقى مع باش ولادي ولا هادي كنمشي معاه سكن ما عديناش الفاني ما درتش احتياط كنحمل دابا انت شحال واحد والده معاه انا والده مع جوج وثلاثه حتى الدريه الثالثه هي اللي عارفه والده مع ثلاثه والده مع الاولى ما عارفاش والده مع الثاني والده مع الثالث ثلاثه والده معاهم سبعه جوج عاطياهم هاد باش ولادك والده معاه اربعه و باش ولادي الاخر والده مع جوج بنيه وليد طريبيه والبنيه اللي عطيتيها لمن عطيتيها اختي جات واحد السيده جابت لي خالتي قالت لي انا باغا نربي جاو تلاقاو معايا عف الزنقه عطوني 40000 ريال داو عليا بنيتي انا غنعطيك باش شكري كنت باغا باش نكري مشرد انا وماما عطاتني 40000 ريال قلت لي هاد البنيه غنربي وطربيه حسنه وغنرجعو معاك نتكاشفو معاك داوها ليومين هذا جات عندي قلت لها جيبي لي بنتي ملي شافتني زيارتها قالت لي جي نتكاشف معاك داتني تكاشفات معايا في المقاطعه ودات البنيه وحيدوا عليا التليفون كنعيط لخالتي قالت لي جري طوال خديتي لا ورقه نهائيا دات لي كلشي خالتي قالت لي ما كنعرفهاش خالتي دابا راه فيها السلطان شنو غندير لها مسكينه مريضه فيها المرض الخايب سولت على بنتك فين زاد سولت مشيت انا عاقل على كنيسه ما تنساش ديال السيده اللي دات بنتي كنيسه اشمار حسنه كنيه والسميه عاقله على اشمار حسنه يجيبوا لي ودرت لايف قلت لهم يجيبوها لي عاد نشوفها ولا كانت مربيه تربيه حسنه انا نفرح ليها بيان سور ما موال هما خايفين كتبقاي كل مره غادي نبقى خايفين مني هما اللي ما برصتش هذه دابا الناس اش كتقول كتقول لك هذه مبليه خدات 40000
في الدريه واذا نادره كل مرات قدق دق مساكم ماني جيتكم عطيوني ولا نحيح عليكم. اشنو كدير هاد المراه؟ ما عرفتش. جات دي راجل قال لي انا ميكانيك بان لي عامر ايدو بلا كريس، هي مراه دايره الزيف وجلابه، هزوا البنيه دا واحده الكوميسرية ديال لي كارطات في حي عادل. تم فين تلاقيت معنا جابشهم لي خالتي غير في الزنقه، هزوا البنيه داوا من وراها بسيمانه، جات كاتبت معايا في مقاطعه ما جابتش البنيه، جات راسها ومشات. وحشي بنيات ضروري بعض المرة ضروري، ولكن ملي كنشوف بلاك دوب دابا انتي عندك هاد الاولاد والروينه والمشاكل ما غتفكريش فيهم. لا كنفكر فيهم ضروري ضروري، كتهزك شي نهار كيبداو هادي، ولكن ملي كنشوف بتصاور راه مشاو ليا تصاور بدل التليفون، ملي كنشوف بنتي تبارك الله الذهب والكورميطاج والسناسل عندها غير شوفي 4 سنين او مع 3 سنين دابا، وشوفي كي عايشه احسن من هادو كنرتاح كنقول انا راه درت. والله اختي فاطمه بزاف انت قلتي الحمد لله عطانا سيدنا هاد الاستفادة وغادي نعيشو غير خير غنتهنا ما غنولي بقعة أرضية نتي وشي واحد شاركتو معاه. شحال من خطر كنقول يا ربي تلاقى معايا فاطمة الزهراء ونشوف أنا أشنو كندير. اللي قلنا عندك أختي بسم الله عليك. أجي لا 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 خلي أنا كنقول على الله شي نهار تلاقى معايا فاطمة الزهراء، وليت كنمشي لعند دياب العنق المعارف. أنا هنا أش كندير؟ كناخذ باكيه ديال كنينيكس ديال 300 ديال درهم وكندور، خويا تعاون معايا خون، كنجيب 4000 ريال في النهار، كنجيب 4000 كنخسر 100 درهم وكنخبي 100 درهم مزيانه. كنخسر ملي كتجي وقفت الظروف هذيك كنلقى راسي راه عندي بعدا شويه الفلوس كنخسر على وليداتي. ولكن العذاب العذاب راه رجليا كيطير. رجلي كنبقى ندور 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 ندور، بعد خطات لما تبعش ليا كنينيكس كنطلبها طالبه كناخذها بدرهم كنبيعها ب 40. خاصك تبيعي 200 بياسه باش تاخذي 200 درهم. والناس كيتعاطفوا معاك. كاين اللي مسكين، كاينين ولاد الناس كاين اللي ما كياخذش من عندك يعطيني 1000 فرانك، كي اللي ما كياخذش من عندي كيقول لي تسول بطريقه كيقول لي لا كيشوفك بعدا دايره شي حاجه دايره بها السبب، كيقول لك سير بنتي الله يسعدك ما تمشيش هاد الحاجه الخايبه. واش فهمتي شي الانسان الناس ملي كيشوفك غاده في الحلال راه كلشي كيبغي لك الخير. ربي كيعاونك والله كيعاونك. تصوري على واحد وهذيك باكيه ديال كلينيكس ديال 300 ما كنلقاش باش نشريها، كنقول يا ربي انا وليداتي وهادي كنخرج زيرو درهم. قلت لك كنت مجيه عندي 4000 6000 5000. الحمد لله الحمد لله قلتي الحمد لله ربي سهل علينا بهاد البقعه، غادي نسكن انا وليداتي وغادي نفرش وغادي نقاد. دبرتو على واحد مول الشكاره. مول الشكاره تكرفيصه هذه الحاله هذه عاودي ديالها تكرفيصه. ولولو ضارين راه ما تنقدرش اختي فطر الزهر دابا كيف والله يا ربي الله. ها انت اختي شوفي القيح ها انت بدور دوره سعيد دور ها انت اخويا ها شوفي حالك شوفي اختي حالتي هانت ولا 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 هذا راه قيح هانت حاشاك اختي فاطمه الزهراء شوفي جزاك الله ماشي مشكل حبيبتي هادشي كتشوفي الحال هادشي مناش هذا البرغوث ملي كيقرصني كنبقى نحك كنجرحها كنجرحها كدير بحال الابسي بحال الحبوبه برغوث والبق والبق انت وليداتك انا وليداتي وليداتي دابا راه ما بقاش كيقرصهم دابا دار لي انا ما حرمش عليه دار لكم هاد الحاله والو باع وزاد دابا البارطنر شنو دار معاكم المره الاولى في الكونترا دار معايا على اساس غيتكاتب معايا على اساس سكنه سكنيه غيبنى لينا كحله دار معكم كحله كحله ولكن يدير ماشي كحله ولكن هو خلص لينا 2 مليون ملي خلص لينا دابا هو تكاتب معنا قبل لا تعيا البقعه نعرفوها فين جات او شمن بقعه واش سكنيه ولا تجاريه تكاتبنا معنا في الوراق خلص لينا 2 مليون ضربت شي يومين جات القرعه مشات الام ديالي هي والشريك ديالنا داروا القرعه هزوا الورقه خرجت لهم تجاريه جبت لي ورقه استفاده درت معها فعال ديال ولاد الناس قلت لي هات تشريف ها الورقه ها هي يعني كون انا كنت فهمت الحال ما نعطيش الورقه غنحكم عليه بحكامي يعني بغيتي تبني علينا تصلح لينا مرحبا ما بغيتيش سير هاك 4 مليون ديالك ما علينا جيت عندك ثلاثه هاك الورقه عمي باميلو دا شنو غدير معانا قال لي سير لاله رزقي جابوا لي يلا ولا اختي فاطمه الزهراء اللي داوي معاك صحفت شحفت شحفت وسخفت دابا هذه ماشي كحله هذه كحله زحله كحله زحله انا كنقول لدرجه انا ملي جيت نسكنت لها كحله قهرني الكرا والمشاكل والصداع وتجمع ديال الماء والضو عندي ديك الساعه 40000 ريال وصيفطت لي واحد المراه حتى هي واحد البركه يعني اللي ولا سعدي 100000 ريال كون مشيت كريت في بلاصه اخرى شو دري ولا جالسه وش ماشي مشكل غير سيري كون مشيت كريت ما ندخلش لها ما نجيش ليها سيدير لي الله سوي ديال الخير انا كنقول اللهم بحال هكا الحيوط ودارك كاين غسل العذاب العذاب عندي شي كلشي الفار الفار العقرب البارحه بداو كيريبوا في هاد البقعه اللي حدايا ضروري ملي كيدير التراب كيطلعوا الحشرات ولا اختي لو واحد رشيله قدك جايه عدي الباب تقتلتها رجب الله بحال ربي قال لي شوفيها وعاد الروينه ديال الجنه عاد الروينه ديال هاد السيد جاري لي لها الله مشاركين معاه في البقعه مشكله مبرزتكم مشكله ملي كنمشي للمخزن كيقول لي هادشي اللي بغيتي تجارك انا ضربني دار لي 14 غرزه في راسي وما صورتش والو
جارك؟ آه. علاش؟ على قبل كيسكر كيحيح كيبقى داير هنا الروينه كيبقى ساكن عاد وياه؟ انا وياه غير انا وياه. خاصو يشرب ويحيح دابا الفياجو هذا راه بالدردي. اه بالدرديك اه بالدرديك. مش عارفه سكنتي يا صقعه انتي؟ اه صقعه اختي صقعه صادي فيه الحمد لله. ربي راه كيبتلي الانسان كيبقى عليه بالمشي الا كان عزيز عليه. الله كيبغيني الحمد لله انا عارفه الله كيبغيني والله اختي فاطمه الزهراء ما نكذبك علاش الحمد لله راه كتشوفي مزيره عليا دابا ما تعرفها منين كترخف شي مني واكله شاربه انا وليداتي كنقول الحمد لله عمني كيسكر الجاري كيبدا بالطاق والشراب بناتي كيبداو مخلوعين راه شوفي دوري راه سد الباب بعود لاش راجم لا حتى شي حاجه ما كاين والو حتى حاجه والو شنو بغيتي حنان اختي ما كرهش انا يا ربي طوع شي مسؤول الله يرحم ليه الوالدين يديرني بنشو يديرني انا خايبه انا ما مزياناش انا يدير على وجه وليداتي لا حس اللي اللي مبلي شوفي اختي فاطمه الزهراء كاع اللي مبلي خايب كاع اللي كيكمي خايب حس انا مراه انا مراه ما خصنيش نكمي انا مراه المراه ديال الدار المراه اللي عندها وليداتها ما خصهاش تهز الكارو المراه اللي عندها وليداتها المراه راه حرام بزاف ديال الحوايج الا طبقنا الدين ديالنا هادشي علاش نقولوا مع راسي اختي فاطمه الزهراء انا ما كانش دابا شي مسؤول يبيع لي الدار ولا ياخذها ويعطيني غير شي دويره في الرشاح تكون مصلوحه غير شويه غير شويه فيها غير الصباغه ويحيدني غير من هنا حيت هنا غنبقى هنا ولا شي واحد يصلح لك ولا شي واحد يصلح ما بغيتش نصلحها ما نكذبش عليك باغا نحيد من هنا باغا كرهت اختي هنايا علاش عايشه الرعب عايشه الرعب راه دابا الجاري غيغبر شهر شهرين غيجي عاوتاني شارب الروينه الصداع ما حتى شي واحد يشري هنا ما بغاش يشري المشاكل مع اللي كيجي يشري كيهرب اللي كيشري كيهرب اللي كيجي يشري كيهرب راه حاولهم كيقولوا هادشي ديال السكن ديال الاستفادات اه واعر واعر اختي انت جيتي انت وياه في القرعه انا وياه لا انا اللي بغيت ماشي انا وياه علاش اختي دابا كيعطيك الفرحه ديال الاستفاده حيت انا كنشكري فرحي مع شي عائله ما لقيتش انا من صحاب المشاكل لقيت انا الاخر كلشي تشارك واش فهمتي لقيته هو ما بغى حد تشارك مع شي واحد ودارو وحتى انا عندي الام شويه معصبه الصراحه ما بغات حتى واحد اختي فاطمه الزهراء انا كيقولوا الدريه مزيانه ولكن الام شويه صعيبه شكون اللي غيتشارك معاها فيها الغوش بزاف اختي فاطمه الزهراء هبطي ضربي دوره وسولي غيقول لك الام راه خايبه الدريه كتش في طريقها في طريق امها كتولي غدير الغلط مني انا غنجي نلقى امي مضاربه غنسكت راه امي شحال الرقم ديالك ديال التليفون حنا اللي بغا يقدم لك المساعده 06 81 72 80 44 عاودي 06 81 72 80 44 الله يرحم الوالدين اختي فاطمه الزهراء انا راه عيش لدرجه اه شوفي حاجه شوفي اختي 06 81 72 80 44 عاونوني الناس في الاول فاش درت لايف فاش كنت باقا كاريه ولا دوك يقولوا كذابه انا دوك يقولوا راه دايره راه كتفعل هات جيتي الشيخشي الكذابه عايشه في البرغوث انا من النهار اللي خرجت اختي فاطمه الزهراء قلت لهم انا مبليه راه ماشي مبلياش انا كنكمي انت شوفي انت قلتي كل شيء الحقيقه قلتيها الحقيقه راكي قلتيها اللي بغى يجي يسول عليا راه يسول عليا في الدرب واش حاجه خايبه ولا انا راني راجل راه كلشي كيقول راني راجل فعود مرا لدرجه كنجيبها من فم السما حلال وطيب وكنوكل الوليدات راه ولادي عاودوا لك راه الوليدات راه كيعرفوا الام ديالهم اش كتسوى لا لا وليداتك عزيزه عليهم انتيا بنياتي كيموتوا عليا علاش حيت كنحايده مني ونعطي لهم هذا عشان دابا بقاو عندك ثلاثه البنات جوج ولاد ولاد اه جوج الله يخليهم لك حنان غنختموا معاك حيت شكرا البرغوت قتلنا قالت لك اختي سمحي ليا الدنيا لي الحبيب والله حبيبي الدنيا مرحبا قلتي ديما كنجري في الخير مرحبا بخير عمرك ما تخيبي اختي مشاهدينا الكرام قبل ما نختموا هذا البث المباشر تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى اولا وقبل كل شيء أنه يوقف مع هذه البنيته هي وبنياتها ووليداتها وأنكم نتوما مشاهدينا الكرام تعاونوها ماشي مشكل الدنيا هانية تعاونوها بداك الشيء اللي قسم الله حيت مسكينة فعلا محتاجة من المساعدة وخصوصا على وجه ذوك الوليدات حنان تنشكرها على الجرأة وعلى الشجاعة ديالها أنها خرجت بوجه مكشوف وقالت داك الشيء اللي وقع لها وبارطاجته معاكم تنتمناو أن القصة ديال حنان تكون قصة للعبرة ونعاونوها إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.